السؤال اللي بعد كده بيقول: هل يجوز الصلاة بدون نية؟ نعم، هل يجوز الصلاة بدون نية؟ يعني إزاي يعني؟ هو الحل الوحيد إن أنا أفهم فيه السؤال ده إنه بيقول: هل يجوز الصلاة بدون إن أنا أتلفظ بالنية؟ يعني ما أقولش إيه؟ نويت أصلي صلاة الظهر فرضا أداء، ماشي؟ آه لا، ده مش لازم، لازم مش لازم نقول، لكن لازم إحنا في نيتنا نكون حاضر إن أنا أصلي بعد شوية، أصلي صلاة المغرب، أصلي صلاة المغرب إيه؟ أصلي صلاة المغرب حاضر، حاضر يعني إيه؟ أداء، أو حاضر. يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنا كده أقصد إن أنا أصلي صلاة المغرب، ده يكون في النية محلها القلب. فإذا كان قصدنا إن إحنا هل يجوز إن أنا أصلي بدون التلفظ بالنية وتكون النية دي في قلبي؟ آه، بس إحنا بنقول بالتلفظ بالنية عشان التلفظ بالنية ده بيساعد الناس على الاستحضار، وبيساعد الناس كمان على إن هم يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. لو حصل إن إحنا استحضرنا ده في قلوبنا ونوينا إن إحنا نصلي صلاة المغرب أداءً، الصلاة دي صحيحة. أو نويت أصلي صلاة المغرب اللي هي بدل أنا بصليها يبقى الحاضرة، يبقى دوت جائز وليس فيه إشكال. لكن المشكلة لو إن واحد بيقول ينفع إن أنا أدخل للصلاة من غير نية خالص؟ لا، لأن الصلاة ركن من أركان الصلاة النية، ركن من أركان الصلاة. عند السادة الشافعية عندنا 18 ركن من أركان الصلاة، منها أول هذه الأركان هو النية. ولذلك لو كان السؤال هل يجوز أن أصلي بلا نية؟ لا، لا تصح الصلاة بلا نية. طب هل هذه النية يجب أن أتلفظ بها؟ لا، لا يجب أن تتلفظ بها. وإن أنت لو قلت النية في قلبك وما تلفظتش بها صلاتك هتكون صحيحة، لكن لو قلت وتلفظت ده هيساعدك على الاستحضار، ويساعدك كمان على الإقبال على الله. وساعتها على فكرة ده هيكون من المستحب، ومش هيكون بدعة، لكن هيكون من المستحب إن شاء الله. يا رب، احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا ونصحنا. تعالوا نتفق إن احنا خلاص تبنا، وإن احنا كمان مش هنساعد حد يأذي حد ولا يجي من وراه يعمل أي فعل ممكن يجيب عليه ضر أو أذى. بالله عليك لو كنت مدير ما تسمحش لحد إن هو يجي ويعمل اللي احنا بنسميه زومبا. امنع ده، وقفه، واجعل الكلام ده يموت عندك، وحذر الشخص اللي بيعمل الكلام ده، وقول له إن ده لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. وإحنا ما عندناش غير مدد ربنا، وما عندناش غير بركة اللي بنعيش بيها ببركة نظر الله إلينا. اوعى تسمع الواحد من ده، وامنعه وخليه بعيد عنك. الشخص ده عايز يأذيك، مش عايز يساعدك. وإن شاء الله ربنا يعينك ويوفقك من غير ما تحتاج لقاذورات الناس. يا رب اجعلنا أنقياء أصفياء، ونق قلوبنا من الحقد والحسد وأمراض القلوب يا رب العالمين. اجعلنا أصفياء أنقياء لندخل على حضرتك يا جميل بجمال ودك ورحمتك وصيانة أعراض المسلمين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بالصفاء والنقاء على الدوام يا أكرم الأكرمين.